مشاهدينا وصلنا دلوقتي لاخر فقرات برنامجنا النهارده. الحقيقه النهارده 23 ابريل من كل عام ده اليوم العالمي للكتاب واللي اقرته منظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه اليونسكو. احتفال هذا العام كما اعلنت المنظمه تحت شعار القراءه حق. تستهدف المنظمة من شعار هذا العام التشجيع على القراءة لكل مواطن وزيادة الوعي للقراءة والكتاب. حول أهمية الاحتفال باليوم العالمي للكتاب وكيفية التغلب على مشاكل النشر والكتب في مصر وعن دور دورات نشر الكتاب في الوصول إلى كل القراء، بيسعدنا أن يكون مشرفنا النهاردة في الاستوديو أستاذ عبود مصطفى عبود الكاتب والناشر وعضو اتحاد كتاب مصر. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك ومنورنا في نهارك سعيد. صباح نور واهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا في البدايه عايزين نتكلم مع حضرتك عن اهميه الاحتفال باليوم العالمي للكتاب، وطبعا مصر بتحتفل زي كل العالم. اهميه اليوم ده ايه؟ الحقيقه الاحتفال باليوم العالمي للكتاب شيء جميل جدا واحتفال مهم. اليونسكو اختارت يوم 23 ابريل من كل عام لان في اليوم ده كان ولد ويليام شكسبير، و اليوم ده مرتبط بمجموعة كبيرة من المؤلفين والكتاب العالميين. الاحتفال أهميته في أن احنا نعيد الكتاب تاني إلى أذهان الناس، نعيد ثقافة القراءة إلى الناس. أن احنا نفكر الناس دايما بأن الكتاب ده عنصر مهم جدا من عناصر تقدم الأمم ورقيها. لذلك أتمنى أن الاحتفال ما يكونش بمعناه الرمزي لكن يكون بمعناه الشامل، إن المدارس نفسها تحتفل باليوم العالمي توعي الطلبة بأهمية الكتاب، مش بس الكتاب المدرسي، لأن احنا نقرأ كمان في كل المجالات. بالضبط، يكون في احتفالات في المدارس، يكون في حصص المكتبة تفعيل. أيوة، ضمن المكتبة المدرسية يعرفهم على أهمية اليوم وأهمية القراءة خصوصا في الاحتفال النهاردة. بالضبط، الجامعات كمان يكون الموضوع مراكز الشباب، الأندية، يكون الموضوع المكتبات العامة ممكن تعمل احتفالات. بالضبط، يكون تيار جارف في المجتمع كله، ما يكونش مجرد احتفال رمزي لأننا احنا في الحقيقة محتاجين ده قوي. احنا معدلات القراءة عندنا بتقل كل ما طبعا كل استخدامنا للموبايل وللتابلتس كل ما بيزيد، اكيد ده بيقلل من معدلات بس القراءة. بس هقول لحضرتك يعني في بلاد اخرى بيستخدموا التابلت والموبايل، احنا بنستخدمه بصوره هستيريه. يعني هو دلوقتي انت كل ما تشوف حد حتى والناس قاعدين مع بعض بيبقوا ماسكين الموبايل كله بيشوف الموبايل. ده عامل، لكن مش ده سبب تقليل معدلات القراءة، لأن ممكن الناس تقرا على الموبايل كتب، يعني مش لازم يكون كله سوشيال ميديا. يعني ممكن الموبايل يكون أداة لزيادة القراءة. بالظبط، لكن هو يعني في كتب إلكترونية كمان في الإي بوك، لكن هي المشكلة في أسباب كثيرة يعني ومتشعبة هي اللي مخليها نسبة القراءة عندنا. يعني الإحصاء أو اللي كان عملته مؤسسة الثقافة العربية، مؤسسة الفكر العربي في بيروت، كان أظن 2016 كانوا عملوا تقرير بناء على دراسات وإحصائيات أن المواطن الأوروبي بيقرأ في العام 200 ساعة. لو شلنا الأجازات والويك إند يعني تقريبا بيقرأ ساعة في اليوم، في ساعة في اليوم قراءة حرة للمواطن الأوروبي. في حين ممكن يقرأ في المترو، ممكن يقرأ المواطن العربي كان أي حاجة. المواطن العربي 6 دقائق فقط في العام. في العام 6 دقائق؟ 6 دقائق. هي النسبة بتتحسب ازاي؟ هو الأول بيجيب عدد سكان مثلا العالم العربي، وبعدين بيخرج النسبة اللي لا تقرأ ولا تكتب أساسا، الأميين، ودي نسبة كبيرة يعني. للأسف احنا عندنا مثلا في مصر تقترب من 40% أو تزيد. فدي بتتحسب، دول بره القراءة أساسا. بعد كده المجموعة الناس النسب اللي بتقرأ، هو بيجيب بيقروا في الفن قد ايه، في الرياضه قد ايه، في اخبار الحوادث قد ايه، الاخبار الخفيفه قد ايه، ويصفي النسب بمعادلات رياضيه في الاخر. فطلع ان في العدد الاجمالي للعالم العربي اللي بيقرا عدد قليل قوي، لما قسموا على العام طلع 6 دقائق. المعدل وطبعا ده شيء غير جيد وغير طيب بالمره، خاصه ان احنا امه اساسا مأمورة بالقراءة. بالظبط، يعني كده. احنا اول كلمة في القرآن الكريم نزلت اقرأ. بالظبط، كمان القراءة دي بتغذي الوجدان، بتغذي العقل، بترفع مستوى الوعي، بترفع مستوى الشعوب. الأمة التي تقرأ لا تهزم. الأمة التي تقرأ لا تتخلف. الأمة التي تقرأ
بتقدر تحقق إنجازات وقفزات في واللي في بيقرا التقدم. التاريخ كمان بيتعلم منه اكيد الحاضر بالزبط. بتاعه والمستقبل بيكون بالزبط. احسن لان فالموضوع يعني الدنيا بتتغير والتاريخ حقيقي بيتكرر، فان احنا صحيح نتعلم من ماضينا ان احنا ازاي ان احنا نقدر ان احنا نعيش بطريقه احسن. لا القراءه والثقافه اكيد شيء مهم. طيب نعمل ايه والدوله تعمل ايه لدعم القراءه في مصر، وان احنا ازاي يعني دور النشر دورها في تسهيل مثلا الكتب في الاسعار ان هي تكون مناسبه برضو للناس اللي هو يعني اللي عايز يشتري كتب، يعني اسعار الكتب اعتقد ان هي ممكن تكون مرتفعه الى حد ما. فعلا هشرح لحضرتك وللسادة المشاهدين الموضوع ببساطة. يعني احنا عندنا ايه سبب ارتفاع اسعار الكتب؟ ان احنا مطابع عندنا اكيد. لا لا لا، هو غير ان سعر الورق غالي، بس ده مش المشكلة الحقيقية. المشكلة الحقيقية ان احنا عندنا منافذ بيع الكتب قليلة جدا. يعني انت لو جمعتي كل المكتبات الخاصة اللي هي ملكية خاصة، يعني شركات او افراد، اسماء قليلة فعلا، ومكتبات الدولة، دار المعارف، الأخبار، الأهرام، الهيئة العامة للكتاب، هتلاقيهم كلهم لا يزيدوا مثلا عن 70 مكتبة في القطر المصري كله من اسكندرية لأسوان. الموضوع ده بيعمل ايه؟ بيخلي الناشر عشان ما يخسرش، لأن عدد المنافذ البيع القليل بيخلي عدد المقبلين على شراء الكتب قليل. في ناس ما بتشتريش كتب لأن الكتاب مش متاح قدامها. فهو لما بيجي سعر الكتاب، لو افترضنا مثلا تكلفة النسخة 20 جنيه، بيضرب في 5 تبقى ب100، مش ب50 مثلا. ليه ب100؟ عشان هو هيطلع ال20 التكلفة، وهيدي منافذ البيع دي 40%، يعني 40 جنيه يبقى 60، وهو يبقى عنده 40. ال40 ويبقى ليه مكسب لازم. مش بس كده، هي الفكرة عايز أوصلها إن هو بيخلي لما يبيع تلت الطبعة غطى نفسه. تلت الطبعة يعني يبيع 250 نسخة أو 300 نسخة تقريبا. أوكي. يعني هو بيعمل حسابه إن الكتب مش توصل لكل الناس، فهو بيغلي علشان يقدر إن هو بتلت الطبعة يبقى كسب، إن هو يبقى كسب مش الطبعة كلها، لأن هيبقى عشان يكسب بعض الطبعة كلها هيستنى فترة كبيرة جدا. الله يفتح عليك. وقت أكبر ليه بقى؟ لأن مفيش منافذ. لذلك كان في فكرة كده، يعني أنا شخصيا كنت قدمتها لوزير الثقافة دكتور عماد أبو غزي، ان احنا نعمل مبادره. انت عارفه في مبادره مهمه جدا او في مشروع عظيم كان اتعمل في مصر وما زال ساري، اسمه مهرجان القراءه للجميع. طبعا مشروع عظيم. بس المهرجان ده بيعمل ايه؟ بيطلع كتاب، بياخد كتب وعناوين من دور نشر، واحنا ما عندناش الحقيقه ازمه لا في الكتاب ولا في ضخ العناوين الجديده، رغم ان احنا اقل برضو من المعدلات العالميه، لكن المكان المنطقه دي كويسه قوي. احنا كانت المبادره ان احنا نعمل اللي انا قدمتها لوزير الثقافه مشروع تاني اسمه مصر تقرا، ويكون له شعار جدا جميل، ويتعمل 1000 منفذ بيع جديد في 1000 ميدان في مصر من اسكندريه لاسوان. ده هيبقى عليه اقبال كبير فعلا. المنفذ تكلفته هتكون بسيطه جدا، لانه هيبقى عباره عن 5 متر في 5 متر، حوالي 25 متر في اي مكان في الميدان. يعني والمفروض ميدان روكسي هنلاقي فيه مكان يتعمل فيه المكان، ورجال الأعمال والشركات العالمية اللي في مصر اللي بتشتغل في حاجات كتير، مواد غذائية وغيره، هتتحمل التكلفة من باب الدعاية. لأن يعني أنت ممكن تحطي منصات دعائية على الـ على الـ على الـ على المكتبة دي، وهيبقى عندك فرص عمل كبيرة جدا. لكن تخيلي بقى الـ الـ القفزة اللي هتحصل في معدلات القراءة، حل مشاكل دور النشر، لان انا لما اطبع 1000 نسخه انا بس ال1000 منفذ دول هدي كل منفذ نسخه، صح؟ هو احنا جيلنا اتربى على القراءه للجميع، يعني انا فاكره ان احنا يعني كنا بنشتري عدد كبير من الكتب ولازم نقعد نخلصها كلها، بنبقى يعني ده بتبقى سعاده ان احنا نشتري الكتب وان احنا نقراها. الجيل الجديد لازم هو كمان يحس بده، يعني لازم فكره حضرتك دي تتنافس فعلا. انا والله اتمنى يعني ان دي مبادره ان حد يتبناها حد، يعني لان بقول لك تخيلي في 1000 منفذ في مصر من اسكندريه لاسوان، يعني اي دار نشر هتطبع عنوان جديد هتطبع 5000 مش 1000 نسخه. لان هتدي كل فرع على الاقل 5 نسخ، ده غير اوريدي المكتبات الموجوده دلوقتي، يعني تبقى المنافذ موجودة. تبقى بس موجودة. يعني ده يزيد عليه، فده هيعمل رواج كبير، هيعمل جدا طفره كبيره، وهيخلي اسعار الكتب
ترجع تبقى في المتناول، لان انا هبقى مش محتاج ان انا اغلي قوي عشان اكسب من تلت الطبع. انا الطبع صح، انا هوزع في اماكن اكتر، فاكيد بالزبط. ان الدخل هيكون اعلى يعني. طيب مع التطور التكنولوجي زي ما احنا كنا بنتكلم، وان كل الناس دلوقتي في ايدها الموبايل او التابلت، يعني مفيش ليه كتب مطبوع يعني الكترونيه كتير، احنا ممكن نعوض ده بالكتب الالكترونيه وتكون برضو يعني بفلوس، يعني مش لازم ان هي تكون ما تبقاش فور فري برضو والناشر يكسب. هو الحقيقه في منصات اوريدي موجوده للاي بوك للكتاب الالكتروني، وفي كمان دلوقتي منصات هايله كمان للاوديو بوك الكتاب الصوتي. انا بسوق عربيتي فاقدر اسمع الكتاب اللي انا عايزه، روايه عايز اسمعها، كتاب في الاداره في التنميه البشريه. لكن هي المشكله مش ان مفيش، المشكله في فكره القرصنه وفكره حقوق الملكيه الفكريه اللي لسه احنا متاخرين فيها قوي. يعني الناس بتستحل بشكل غريب، يعني سرقة الكتب، يعني ان كتاب مؤلف تعب ودار نشر كلفت وعملت، ففي ناس كتير قوي بتاخد الكتب دي تأسكنها وتنزلها مجانا. فبتنتشر طبعا الكتاب الاصلي، فبيخسر طبعا بيخسر. لكن في منصات اوريدي في كتب الكترونيه، لكن زي ما بقول لحضرتك كده فكره النسخ والكوبي واهدار حقوق المؤلف واهدار حقوق الناشر، لذلك تفعيل قانون الملكيه الفكريه ده مهم جدا، ومهم جدا ان السلطه التنفيذيه تكون حريصه على ادائه. انا عايز اقول لك احنا في معرض الكتاب مثلا في معرض القاهره، احيانا يدخل واحد لاي جناح من دور نشر ياخد كتاب جديد دار النشر بتراهن عليه ومنزله، احيانا النشر، وده مشهد انا شفته وعشته مع ناس كتير، يقول له يعني معذره يعني استسمحك اضربه بمعنى زوره، يعني بعض المعرض يعني سيبني ابيع النسخ اللي معايا في المعرض، لان التزوير بيبقوا ناس معروفين ان هو داخل علشان ياخد الكتاب ويعمل له كوبي ويبيعه. طبعا هو ما عندوش حقوق مؤلف فبيبيعه بسعر ارخص مني وبيحط عليه اللوجو بتاعي وبيحط عليه تليفوناتي كانه كتابي يعني. ده طب دي سرقه. طبعا الغريب بقى ان القانون هنا القانون قديم قوي من سنين طويله. فالعقوبه تافهه. ايه العقوبه؟ العقوبه غرامه حوالي 100 جنيه. فبيتاخد ويدفع ال 100 جنيه ويخرج فطبعا فكره دي من ضمن القوانين اللي طبعا محتاجه لازم تشريع تتعلم. جديد أكيد. ويكون تشريع صارم، ويكون التشريع يتوازن معاه تنفيذ فعلي له. تمام. طيب اضرار بقى الكتاب الالكتروني غير ان احنا قلنا حقوق النشر اللي بتضيع وحق الكاتب طبعا وحق الناشر، اضرارها الاخرى ايه على الانسان نفسه؟ بص حضرتك الكتاب الالكتروني ما فيهوش ضرر، والكتاب الالكتروني مش زي الناس متخيله هيقضي على الكتاب بس الورقي. بس الورق ليه قيمه تانية غير ايوه، ما هي ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك، مفيش تناقض. الوسائط الكتاب الالكتروني وسيط بين المتلقي والمبدع، والكتاب الورقي وسيط، ده لا بيأثر على ده ولا ده بيأثر على ده، يعني العلاقه بينهم مش علاقه ازاحه. الكتاب الالكتروني يزيح الكتاب الورقي، بالعكس الاثنين ممكن يتجاوروا، ممكن يبقى معاهم كمان الكتاب الصوتي. ده انا عايز اقول لحضرتك على العكس، انا ممكن اقرا كتاب الكتروني فمن شده اعجابي بيه ابقى يعني حريص على اقتنائه ورقيا. مظبوط. او اسمع كتاب اوديو بوك من شده اعجابي بيه احرص على اقتنائه ورقيا. ففكره الصراع بين الوسائط دي مش موجوده. لو تذكري حضرتك لما بدات الاذاعه وقتها في الربع الاول من القرن العشرين قالوا بس الصحف هتنتهي، الصحافه الورقيه هتنتهي. في النهايه كملت الصحافه الورقيه والاذاعه. لما بدا التلفزيون المصري عندنا هنا سنه 60 قالوا الاذاعه هتنتهي. وفي النهايه احنا دلوقتي عندنا تلفزيون ده ليه جمهوره وده ليه جمهوره، وممكن يعني جمهور يجمع ما بين الاثنين. بالظبط، دي حقيقه. الانترنت دلوقتي مواقع السوشيال ميديا ولسه الناس بتجيب صحف وبتقرا، ففكره ان الكتاب الالكتروني يزيح الورقي دي مش حقيقه، بالعكس هو بيدعمه. يعني انا لما الكتاب الالكتروني ينجح الكتاب الورقي هينجح. طيب فكره الاضرار ايه؟ مفيش اضرار غير الـ 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 الاشياء الطبيعيه اللي هي ممكن الاسراف امام الشاشه اللي هو الضرر للعين لكن ده ممكن يحصل ايضا مع الكتاب الورقي لما يكون معدل قراءتي زياده عن يعني احنا عايزين نوصل لمعدل القراءه زياده ما يبقاش 6 دقائق في اليوم يا ريت للفرد ده يعني حاجه قليله جدا. طيب اهميه بقى القراءه والكتابه عموما، يعني اهميه القراءه للانسان ايه؟
هو عموما الانسان بيحرص على الامور اللي بتحقق له اشباع نفسي ومتعه ولذه نفسيه. فكره ان الناس ما بتقراش لان الناس ما جربتش لذه القراءه. الناس لو جربوا لذه القراءه لحاربوا عليها مش هيستغنوا عنها. مش بس مش هيستغنوا ده يحاربوا عشانها لان القراءه متعه ليس لا يوجد متعه في الدنيا اكبر منها الا متعه الكتابه الخلق الفني ان انا بقى اكون انا بابدع العمل. يمكن هي دي المتعة الوحيدة في الحياة اللي تكون أكبر من متعة القراءة. إحنا عشان نزود معدلات القراءة ده لازم أن يكون في تفكير في المجتمع كله طيار جارف ما يكونش اتجاه واحد. يعني لازم واحد تفعيل حصة المكتبة البرامج الثقافية والبرامج الخاصة بالكتب وتكون برامج جذابة في إخراجها في, 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 في شكلها. التسوق احنا الأسرة المصرية اي اب بياخد ولاده وينزل يعمل تسوق بيروحوا هايبر ماركت بيروحوا اي مكان يروح كمان المكتبة يشتري يروح كتب. يعني يا ريت يبقى في ثقافة الأسرة ينزلوا ويشوفوا الكتب. احنا كمان عن دعم الدولة عايزين نقول ان النهاردة المركز القومي للترجمة بيحتفل باليوم العالمي للكتاب وكان وفي من يوم 23 ل 26 ابريل تخفيض على الكتب بنسبة 50% على جميع الاصدارات. ده برضو خبر مهم جدا. ده خبر جميل يعني يا ريت يعني كل دور النشر تحزو حزو يعني المركز القومي للترجمة ويعملوا خصومات تشجع الناس انها اكيد والخصومات تبقى اكتر من مره في السنه عشان فعلا الناس تتشجع وتشتري الكتب ما يبقاش يوم عالمي بس للكتاب يبقى نشوف احتفالات اكتر ويبقى طول العام فعلا ويبقى مصر تقرا فكره حضرتك ان شاء الله تتنفذ ونشوف حضرتك ان شاء الله بعد ما الفكره تكون على ارض الواقع. بنشكر هيك شكرا جزيلا استاذ عبود مصطفى عبود الكاتب والناشر وعضو اتحاد كتاب مصر. شكرا لك. شكرا يا فندم. شكرا شرفتنا. مشاهدينا خلصت فقرتنا هرجع لكم انا واشرف عشان نختم يوم النهارده. نهارك سعيد. We'll be right back.